بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات جي اف اكس اكاديمي دوت نت، خاص ب ورشة بيهايند انمي لاينز او خلف خطوط العدو، المقدمة من جي اف اكس اكاديمي دوت نت. ان شاء الله بإذن الله ايام قليلة جدا ويتم الاعلان عن اول دبلومة عربية للفيلم ميكنج والبوست برودكشن. مش عايز اقول تفاصيل كتير، لكن يمكن التفصيلة الوحيدة اللي اقدر اقولها ان المقدمة اسف الدبلومة تمام مدتها 6 شهور، هتدرس بالنظام الاكاديمي، بمعنى ان هتبقى محاضرات الدبلومة محاضرة واحدة في الاسبوع تمام، بواقع 6 ساعات للمحاضرة الواحدة. مش عايز ازود التفاصيل عن كده لان في تفاصيل كتيره جدا مش هينفع لها ان انا اقولها كمقدمه محاضره، لكن هيتم افراد فيديو بحاله للدبلومه ان شاء الله. المهم انتظرونا لان خلاص العد التنازلي ابتدى للدبلومه. نرجع لموضوعنا ونقفل مع بعض الطياره الجميله دي ونروح نشوف اول حاجه هنعملها ان احنا عايزين نبدا نحط الاشكال بتاعتنا هنا، او النجمة او شعار الولايات المتحدة ايا كان. المهم انا هوريكم شوية صور او ريفرنسز للطيارة. يعني مثلا على سبيل المثال هنلاقي هنا في مثلا اس ال، في هنا رقمين، في على الصاروخ في كتابة، في هنا وليكن يعني اي حاجة عندي. بعد كده مثلا الكتابة اللي هنا، في هنا زي ما احنا شايفين النجمة بتاعة الولايات المتحدة، في هنا الشعار بتاع القوات الجوية، ممكن يكون في علم الدولة عندي، ممكن يكون في هنا ارقام. اعتقد كله زي بعضه، اعتقد كله زي بعضه. عايز واحدة تيجي من فوق بس اشوف هل في شوية الكتابات. طبعا كل الكلام ده ممكن يتعمل في فوتوشوب، طبعا في هنا شوية حاجات ناخد بالنا منها، بس في الديتيلز دي او الحاجات دي انا ما عنديش ليها برو برينت، لكن هنتصرف فيها ان شاء الله. في هنا برضو كتابات اهي، يعني احنا بناخد ريفرنس من اكتر من صورة ونشوف هنعمله ازاي. تعالوا نعمل النجمة دي والاشكال دي ونشوف ظروفنا معاها ايه. اول حاجة انا هروح لفوتوشوب، هحاول ان انا ما استخدمش صور، يعني احاول ان انا الحاجات دي اجيبها في فونتات، في فونتات كويسة قوي هرفقها ان شاء الله في ملف العمل. تعال نروح لفايل واقول له نيو، هقول له 1024 في 1024، الريزوليوشن على قد ما تقدر عليه، هخليه 600 مثلا. الكالر مود طبعا ار جي بي مود، واخليه 16 بت، واخلي الباك جراوند وايت، وايت مش هتفرق، المهم اخليها وايت واعمل اوكي. بعد كده تعالوا نروح نجيب التكست، وفي فونت على ما اعتقد اسمه راوندد، مش فاكر كنت نزلته، لسه منزله من شويه، اسمه حاجه فيها راوندد، راوندلس الفونت ده تمام. الفونت ده اعتقد لو انا ده اللي هو القوس، القوس اللي هو بتاع رقم 9 ده، واحد ممكن الال سمول، هي دي اللي انا عايزها على فكره، الال سمول تمام، ممكن الال كابيتال، الال كابيتال تمام، ممكن اعتقد ناقص او اندرسكور، اندرسكور ماشي. يعني في كام حاجه كده، انت جرب الحروف هتلاقي في شويه حاجات حلوه قوي. اخش على موقع ده فونت هتلاقي الكتالوج بتاع الحروف بتاعته. انا مبدئيا هكتب ال كابيتال وهخلي الفونت كبير، وطبعا الانتي اليس اخليها شارب، مش عايز سموز تمام، مش عايز سموز، انا عايز ما يبقاش فيه فيزر خالص، فهخليها شارب علشان يبقى حاد. هجيب دي واحطها هنا كده واصغرها بس حبتين، طبعا الت وشيفت بصغرها شوية، واخدها هنا بصغرها شوية، واخدها هنا كده تمام.
بالشكل ده. ممكن نعمل خط هنا كده، لو خدنا line tool وجينا هنا اهو، تمام، اضغط shift وارسم line، تمام، وطبعا هروح على الشيب نفسه وهحط له ستروك اسود. ستروك اسود متهيألي كده حلو، تمام. فاضل بس ان انا اخده كده شويه، بس اكتر من كده مش هعمل. كل اللي انا هعمله هعمل رايت كليك دوبليكيت لاير، وهاخد ده الناحيه التانيه، بالشكل ده كده. لما اخد دي السينما، سينما هيفك الكلام ده كله، فانا هاخد الاثنين دول او هعمل رايت كليك واقول له ريسترايز لاير، ورايت كليك واقول له ريسترايز لاير، واخد الاثنين دول واعمل كنترول جي، لا مش كنترول جي، كنترول اي، عشان اعمل ميرج للاثنين بالمنظر اللي احنا شايفينه. بعد كده هعمل سيف كنترول شيفت اس، او مش كنترول شيفت اس، هعمل كنترول اس على طول، وهسيف دي ستار، تمام، بالشكل ده. كده احنا عملنا الستار او عملنا النجمة. في هنا حاجة في الصورة دي انا شايفها، بس انا مش عارف دي ايه الشكل ده، انا مش عارف الشكل ده ايه. ده ماشي مفيش فيه مشكلة، والشكل الاخر انا مش عارف الشكل ده، يعني مش واخد بالي منه قوي. تعالوا ندور كده يمكن نلاقي حاجة ينفع نحطها. هو في شوية أشكال بس أنا مش عارف الشكل اللي على الشكل اللي على الجناح ده عبارة عن إيه. في هنا نجمة أهي، تمام، وفي نجمة تانية، في هنا حاجة عاملة زي الولف، في هنا المثلث ده، ماشي مفيش مشكلة، تمام. خلصنا من الستار. هنعمل فايل جديد برضو نفس الموضوع، 1024 في 1024، خلي بتاع 600 ونخليها RGB، نخليها 16 ونعمل اوكي. في شوية اشكال حلوة في الفونت ده على فكرة، يعني لو قلنا مثلا ده الكابيتال، ده الكيو، مش عارف الكيو. طب تنفع، والله تنفع، جميلة، مفيش فيها مشكلة، تمام، زي ما هي كده. وهعمل كنترول شيفت اس ونسميها ليون، هعمل نيو فايل تاني، تمام، برضو 600، وده هخلي RGB وقول له 16 واعمل اوكي. اجي بعد كده للتكست وهاخد شكل تاني. طيب انا عشان ما نقعدش نخمن كتير هنروح لموقع دافونت بحيث ان احنا نشوف الكتالوج بتاع الحرف. ادي الحروف بتاعته، ادي الاي والبي والسي والدي. طبعا احنا ممكن ناخد بقى اللي احنا عايزينه، او اللي احنا عايزين نرسمه. ادي رقم 3، كويس قوي الرقم، هينفعنا ده على فكره. وادي الناقص، يعني ادي رقم 3 بيدي مثلث لتحت، والنجمة بتدي مثلث لفوق، ورقم 3 بيدي دي. اعتقد دي اللي كانت مرسومة، او دي اللي كانت مرسومة اللي هي الشباك. يبقى احنا معانا كده طبعا فينا حاجات تانية تحت، تمام، القوس اللي احنا قلنا عليه من شوية، تمام. طب احنا كده عايزين النجمة وعايزين رقم 3، مش مشكلة، يبقى نعمل له احنا روتيت بعد كده، تمام. يبقى احنا هنيجي هنا لفوتوشوب وهحط النجمة بالشكل بالمنظر ده كده،
آسف مش النجمة، تمام، ده أنا عايز أنا عايز الشباك مش النجم، تمام، بالمنظر أو بالشكل، تمام. طبعا أقدر الباك جراوند تبقى، بس فيه نقطة بقى. أولا أنا عايز دي هيبقى مثلا لونها هيبقى لونها أبيض، فأنا هعمل إيه؟ أنا هروح لليرز وأحط لير جديدة وأعمل فيل للاير دي باللون الأبيض، تمام، بالمنظر ده كده. هاجي على اللاير دي وأعمل أعمل ماسك على اللاير دي وأروح على الاير براش وهمسح كل اللي بره، كل اللي بره الدايرة دي أنا همسح، هكبر ده شوية، والهاردنس هعوزها ب100، تمام، وابدا امسح كل اللي بره، كل اللي بره ده انا مش عايزه، تمام، انا بس عايز يبقى يدوب جوه المثلث الابيض، مش اكتر من كده ولا اقل. امر بس مره خفيفه كده على الحواف وعلى الطروف، حاجه بالشكل كده بس، عشان بس اتاكد ان الدنيا سليمه مفيش فيها حاجه. هاخد كولر جراي وهعمل كده. في هنا لسه، يبقى انا هاجي هنا واخد البروستول واشيل كل البتاع ده، ده كله انا مش عايزه. في ايه تاني؟ مفيش حاجة تاني. لا، في هنا البرش خالص 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 خالص، لان انا عايز بس اشيل الجزء ده، اهم حاجة الاجزاء القريبة دي، كل ده مفيش فيه اي مشاكل خالص. ده كده في حاجة تاني؟ مفيش حاجة تاني. اللي كشف القصة دي اللير الجراي، خلاص، شكرا للير الجراي، ونبقى احنا كده خدنا الشكل. هرجع الباك جراوند واعمل كنترول شيفت اس وسمي ده ستار تراي او تريانجل واعمل سيف، تمام. في عندي هعمل واحد كمان، 1024 1024، وده يبقى 600، وده يبقى ار جي بي، وده يبقى 16، ونعمل اوكي. في عندي بعد كده اللي هو رقم 3، هعمل تكست واحط اكتب رقم 3، تمام، بالمنظر ده كده. طبعا التكست جات لونها باهت قوي، فانا هروح هنا واخلي دي بلاك زي ما قلنا، اتاكد الانتي الياس شارب، تمام، بالشكل ده كده. طبعا برضو كالعاده نفس القصه، فهروح لير وهروح للبين باكيت وهعمل فيل، اشيل بقى دي واروح للبراش تول واخد لير ماسك واكبر البراش تول على زي ما انا عايز، تمام، وهاجي لير ماسك وامسح كل الكلام ده، امسح كده، تمام، اخلص من بره بس الاول وبعد كده افوق لجوه، تمام. بالمرة نحط اللاير الجراي، تمام، علشان نبقى شايفين اللي احنا بنعمله. واجي هنا واجي للبراش تول اشيل كل القصة دي، طبعا هنيجي للقريب ده بس اخلص من البعيد، وبعدين قريب ده هجيله، مفيش فيه مشكلة خالص، اخلص من البعيد ده،
والقريب ده بقى اصغر 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 واقرب بدي شوية كده، واخد بقى ده كده مش عايزه، عشان كل الكلام ده ما يعملش معايا مشاكل بعد كده في السينما جوه، لان الكلام ده كله هيبان لو عملنا بلندنج بلند مود. تمام، لو في حاجة زي دي هتبان. طبعا احاول بس اتأكد على قد ما اقدر ان مفيش اي لون او درجة لون انا مش محتاجها. تمام، في الموضوع ده تمام بالشكل ده كده كده خلصنا منها. اللاير دي مش عايزها، وارجع انشط دي زي ما كانت، كنترول شيفت سي، ونسميه تراي انجل، واشوفكم بعد صلاه المغرب. نكمل مع بعض. طبعا انا عملت شويه الحاجات الباقيه في فوتوشوب على السريع كده علشان بس ما ناخدش في وقت، انتوا عرفتوا الطريقه. نشوف بقى احنا هناخد الحاجات دي ازاي. اول حاجه صوره النجمه اللي احنا قلنا عليها. طبعا احنا عندنا الكالر تشانل عباره عن ادي لاير 2 3. هروح اعمل لاير جديده دبل كليك، وهسمي دي ستار، وهروح لفايل واقول له اوبن تيكتشر. طبعا انا عايز الستار تيكتشر، طبعا هعمل رايت كليك واقول له سورت باي تايب عشان ما ندورش في كل الكلام ده، انا عايز الستار. هقول له اوبن، هيفتح لي صوره الستار اللي انا عايزه دي. طبعا الفايده بقى من اللي انا قلته ان طبعا عندي لو انا شلت الباك جراوند وشلت دي، انا عندي كل حاجه مفصوله لوحدها، ودي ميزه بصراحه. فانا عايز دي مع دي، فهسلكت اول لاير واعمل رايت كليك. خلي بالك ان انت عندك حاجه اسمها ميرج داون لاير. ميرج داون لاير هياخد دي مع اللي تحتها. لو عملت كده اذا دي كلها كده اصبحت لاير واحده، وانا كده كده مش عايز الباك جراوند. هقفل الباك جراوند وهاخد اللاير دي، هروح على سيلكت سيلكت اول عشان اسلكت كل اللاير، واروح على اديت كوبي. بعد كده اروح للتكتشرز، انا كنت على البادي كولر، هضغط على البادي كولر، ارجع هنا تاني، وعلى اللاير الجديده دي هقول له اديت بيست. طبعا بيست مقفوله، ليه؟ لان انا على البوليجون مود. هروح على البينت مود وهقول له اديت، هلاقي بيست اتفتحت، اقول له بيست بالمنظر او بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده اروح للفري ترانسفورميشن تول واخد دي لجوه كده واضغط كده واعمل الت شيفت واصغر دي بالشكل ده كده، وازوم بحيث اشوف انا هحطها فين بالشكل بالمنظر ده كده، او المفروض انها تكون هنا. بالشكل ده اضغط على الموف لايرز واعمل يس عشان اعتمد التغييرات، وهقول له شيفت ار بحيث اشوف الريندر شكله عامل ازاي. طبعا انا رافع الانتي الياس شويه علشان كده يمكن تلاقي الدنيا بطيئه شويه، فانا هعمل بوز وارجع لكم بعد الريندر. ده الناتج بعد الريندر. لو جربنا نعمل حاجه كده، لو رحنا لللاير بتاعت ستار، تمام، طب اللاير دي ما كانش ليها لازمه صحيح، خلونا على اللاير بتاع ستار ونروح لفلتر واروح لشاربن واقول له شاربن. هي مجرد بس تجربه مش اكتر، انا عايز اعمل زوم كده واخلي الشاربن سترونج بحيث بس اخد ما يبقاش في فيزر على الستار من الحروف بتاعتها. هشوف كده هتنفع ولا هنشيلها ونعمل حاجه تانية، او ممكن ما نعملش حاجه خالص ونعتمد على الكالر كوريكشن في الافتر افكت.
طبعا في مشكلة طبعا هنا في الحواف، هنسيبنا خالص من الشاربن وخلينا كده تمام ومفيش اي مشاكل. كده خدنا النجمة، بس في حاجة ممكن نجرب حاجة. لو انا خدت النجمة دي وحطيتها هنا تمام، جيت عملت سكيل للنجمة دي كده وخليتها هنا كده، رحت عاملها بس روتيت خفيف كده. كنت انا عامل تكست. هنروح لفايل اوبن تكتشر، في ملف انا كنت مسميه تكست. على فكره التكست ده عباره عن تكست انا جبتها من جوجل. انا كتبت بالظبط في البحث عشان تبقوا عارفين، كتبت اف 15 سبيسيفيكيشنز او مواصفات الاف 15. تقريبا كان في موقع اسمه جنرال سيكريتس كان حاطط السبيسيفيكيشنز او مواصفات الاف 15، فخدت التكستات منها ورحت جاي حطيتها في فوتوشوب ومصغر الخط. ادي بالنسبه، ادي التكست. طبعا شيل الباك جراوند كالعاده، سيلكت اول، اديت، كوبي، واروح للبادي تكتشر واقول له اديت بيست. طبعا دي التكست بالمنظر ده كده. هاخد الفري ترانسفورميشن تول تمام وارجع لورا التكست. طبعا التكست دي هتعمل لها سكيل لما تقول يا بس. كده ارجع للفري ترانسفورميشن ابلاي، مفيش مشكله. هرجع للترانسفورميشن مره تانية واخد التكست دي. هدفي بقى ان انا احط التكست دي هنا كده، ده اللي انا عايز اوصله وده اللي انا عايز اعمله، ان انا احطها في الحته دي، اكبرها حبتين. تبقى هنا كده تمام. نعمل اوكي ونجرب نعمل ريندر، لان احتمال على ما افتكر نحتاج ان احنا نقلل شويه الاوباستي بتاعت التكست. وبالتالي هي كده تمام، مش محتاجه اوباستي ولا حاجه. هو بس بقى اللي احنا اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اعيد الترتيب بس من الذاكره. هرفع دي فوق كده واروح للفري ترانسفورميشن تول واعمل لها روتيت بس عشان اسويها مع الخط بتاع الكانوبي. وهاخد الستار، هاخد الستار وهحط الستار تحتها تمام بالمنظر ده. اعتقد هي تحتها، متهيألي مش عارف تحتها او فوقها، لكن هي مش هنا عموما. هاخد تكست تاني واعمل سكيل للتكست حبة، واخد التكست برضه فوق كده واعتمد التغيير، واجي على اللاير التانية واخد دي تحتها كده. اعتقد كده شكلها احسن، مش قص مش احسن بس يعني بالمنظر. لو جينا نعمل ريندر شيفت ار، وانا هقلل الانتي اليا شوية بس علشان الدنيا ما تبقاش تقيلة علينا. خلي واحد، خلي ده خمسة تمام، وهعمل شيفت ار بحيث تبقى خفيفة شوية. شوف هي شكلها عامل ازاي. انا اعتقد الشكل ده كده احسن من ما كانت هنا. هنا احنا هنحط الرقم، هنا احنا هنحط الرقم اللي احنا اتكلمنا عليه دي، متهيألي عايزة تترفع فوق شوية. اعتقد عايزة تترفع فوق او مش عارف، انا عايز ادي براح للتكست، عايز ادي مساحة للتكست، مش عارف. دي ممكن تيجي هنا كده، واعتقد لو خدت انا التكست تمام حطيتها تحت، متهيألي يبقى الموضوع اظرف. متهيألي يبقى الموضوع اظرف لو انا خدت التكست حطيتها تحت.
وسعت دي شوية كده، ده هنا كده يا دوبك شدتها بس لصباحي. اعمل كده واقول له اوكي، شيفت ار، تمام قوي كده. نعمل بس شوية بقى طبعا في رقم هنا اللي هو مثلا نقول 108 بلاش 106، ده اجي كده دي هسميها تكست، هعمل لاير جديدة وهروح هاخد التكست تول واجي على الاتريبيوتس، هسلكت فونت وليكن فونت زي في فونت حلو قوي اسمه سويز اللي هو الفونت ده، هو كذا واحد يعني في ده وفي وفي ده، فانا هاخد الادخن تمام واعمل اوكي واكتب مثلا 108 108. بص بقى انت بتيجي بتضغط كليك، لو ضغطت كليك وفضلت ساحب انت بتنقل التكست، كليك وتسيب انت هتحط التكست في مكانها، فانا هضغط كليك وتنيني ماسك كده لغايه ما اثبت بالتكست في المكان اللي انا عايزه، واسيب هيديني التكست في المكان بتاعها بالمنظر ده كده. لو عملنا شيفت ار عشان نشوف النتيجه هنلاقيها بالشكل ده، طبعا مش هتنفع بالمنظر ده، فاحنا هنعمل كنترول زد ونخلي الفونت اقل سمكا، نخليه بالشكل ده، نخليه كده في اكسترا بولد، لكن خلينا في ده وفي ده، خلينا في ده برضو، هضغط كده واسيب واشوف ظروفه ايه. مثالي كويس لان احنا بنشتغل على مقاس صغير قوي على فكره. طب انا هعمل كنترول زد وهضغط تاني بس من البعد ده كده واسيبها كده. طبعا سهله بقى ان انا ازوم واحرك تكست مكان ما انا عايز. طبعا عندك هنا اوتو، عندك موف، عندك سكيل، عندك روتيت، برسبكتيف، طبعا فليب، يعني كانك بالظبط جوه فوتوشوب بتقدر تعمل اللي انت عايزه. ممكن نيجي على اللاير دي واخليها مثلا مالتي بلاي واقلل الاوباسيتي بتاعتها حبه تمام، واعمل شيفت ار بحيث اشوف الدنيا عامله ازاي. متهيألي كده احسن شويه. انا عايز اعرف حاجه، لو انا مثلا رحت على فلتر كلر كوركشن جاما يو ساتوريشن، مش عارف انا عايز بس اظبط التكست دي حبه، يو ساتوريشن ترانسفورم ماشي مفيش مشكله، اصغر كده بس واسلكتها كده. طبعا هيو ساتوريشن انا مش انا عايز الغي الحاجات اللي في النص دي، الهيو مش هتاثر في حاجه انها اسود، انا معايا الساتوريت هقول له دي ساتوريت عشان اضمن ان اللون بتاعي اسود تمام. طيب مش هينفع. طب لو رحت على فلتر ورحت الكالر كوركشن وخدت جاما كوركشن، ارجع لورا كده وتعالى هاتها هنا واطلع لقدام ونشوف، لو قلنا كونتراست مش هتغير حاجة، قلنا برايتنس برضه ولا هتغير، خلي بالك هنا بيفور وهنا افتر الجاما ولا هتغير حاجة لان طبعا هي لون اسود. بالمناسبة سينما مش بيقرا معظم الفونتات، يعني المفروض الخط اللي انا هكتب بيه المفروض يبقى اسمه بومبر، يبقى اسمه بومبر، لكن وفي خط تاني اسمه ايربورن، لكن للاسف سينما مش هيقرا لا ايربورن ولا هيقرا البومبر. ماشي، عموما دي كده او ده كده الجزء اللي هنا، نيجي بقى ليه الجزء اللي هيبقى هنا في الجزء التاني ان شاء الله.